وإلى الشق أو الموضوع الثاني للنقاش. إذن حصيلة ثقيلة لحوادث المرور كان أول خبر منذ صباح اليوم، حادث مرور خلف 5 وفيات وحصيلة دموية خلال نهاية الأسبوع. لإثراء النقاش نربط الاتصال بالمكلف بالأعلام على مستوى مديرية المدنية كريم بن فحصي. أهلا بك سيدي. صباح الخير سيدتي الفاضلة، تحية متبادلة. نعم، إذن افتتحنا اليوم نشرتنا بخبر مأساوي، حادث مرور مروع بولاية بومرداس، 5 أشخاص من عائلة واحدة، إذن هي حصيلة دموية. بداية سيد بن فحصي، قدم لنا أهم الأرقام الأخيرة المسجلة في حوادث المرور. طبعا بكل اسف وحسره، ما زالت المديريه العامه للحمايه المدنيه تسجل عده حوادث مروريه اليمه عبر مختلف شبكات الطرق الوطنيه وكذلك الولائيه وحتى البلديه، حيث في 48 ساعه الاخيره سجلنا حوادث مروريه اليمه ربما كانت في عده مناطق الوطن، اهمها كان على مستوى الحادث المروري الذي وقع في ولايه بومرداس والذي خلف لنا 5 وفيات و8 جرحى في عين مكان، حيث تدخلت مصالحنا هذا اليوم تدخلت مصالحنا عشية أمس في حدود الساعة 7:40 لأجل اصطدام بين سيارة وحافلة لنقل مسافرين بطريق السيارة شرق غرب اتجاه جريدية بلدية 14 دائرة 5 خشنة. الحادث المروري قلت وخلف لنا وفاة تقريبا عائلة بأكملها اللي هي الأب والأم وثلاثة أبناء، بالإضافة إلى تسجيل 8 جرحى في عين مكان، تم إسعافهم من طرف مصالحنا في عين مكان وتحويلهم على جناح شرعاء إلى المستشفى المحلية رحمة الله تعالى عليه. كذلك حد مرور أليم آخر وقع على مستوى منطقة سقهراس أو ولاية سقهراس والذي خلف لنا 10 جرحى، حيث تدخلت مصالحنا هذا اليوم في حدود الساعة 8 صباحا لأجل حدث مرور وقع في الطريق الوطني رقم 16 مدخل عين سينور بلدية والدائرة المشروحة. الحادث يتمثل في اصطدام بين حافلة نقل مسافرين وشاحنة ذات مقطورة، خلف لنا 10 إصابات أو 10 جرحى في حالة خطيرة، تم إسعافهم من قبل مصالحنا في عين مكان وتحويلهم على جناح شرعة إلى المستشفى المحلي لذات الولاية. كذلك حدث مرور آخر خلف لنا وفاة شخص وإصابة شخصين آخرين، وإن كان هذا الحادث على مستوى ولاية ميلا حيث تدخلت ذات المصالح على مستوى ذات المنطقة في حدود الساعة 7:47 من أجل حدث مرور يتمثل في اصطدام بين سيارة وشاحنة بالطريق الولائي رقم 7 منطقة مشتى بلدية بن يحيى عبد الرحمن دائرة تجدن. الحادث خلف لنا وفاة شخص في عين المكان وإصابة آخرين اثنين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، تم إسعافهم من قبل مصالحنا في عين المكان وتحويلهم على جناح السرعة إلى مستشفى ذات الولاية. إذا الحادثة المرورية التي أصبحنا نسجلها بين الفينة والأخرى، لا زالت شبكة الطرق على المستوى الوطني والولائي والبلدي تنزف الأرواح وتذهب الأرواح زهقا إلى بارئها بسبب أو بآخر، حيث الكل يتفق على أنه السرعة المفرطة والتهور أثناء السياقة وكذلك عدم التقيد بالإجراءات الوقائية الخاصة بتطبيق قانون المرور والإشارات العمودية والأفقية، كلها النتائج تحت تكون وخيمة وهي الخسائر في الأرواح والممتلك. نعم سيد بن فحصي، لو تحدثنا عن الأسباب المباشرة لهذه الحوادث المرور، يعني هل هي أسباب بشرية؟ ما هي أهم الأسباب التي تسببت يعني في حوادث المرور في نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى ما هي فعالية أو ما مدى فعالية الحملات التحسيسية التي تكون يعني مستمرة ودائمة حول السرعة المفرطة؟ طبعا في موضوع الأسباب التي كانت من وقوع هذه الحوادث، هنا مادام كاين حوادث مرورية أليمة وفيها الوفيات، هنا من مصالح الأمنية أو المصالح التي تملك البطارية القضائية هي اللي تفتح ملف في ملابسة وقوع الحوادث بسبب ما خلفته من جرحى ووفيات وحتى خسائر. هي هنا المصالح الأمنية ومصالح الدرك الوطني والشرطة القضائية من مهامها ويخول لها القانون فتح ملفات في ملابسات وقوع هذه الحوادث، لكن الجميع يتفق على أنه السرعة المفرطة، التهور أثناء السياقة، المجازفة، المشاحنة، المخاطرة، التجاوز على الخط المستمر، التجاوز في المعارجات المغلقة، التجاوز داخل الأنفاق، عدم التركيز مع مقود السيارة، التركيز مع الميديا أو مع الهاتف الجوال أو الحديث مع أفراد السيارة الموجودين داخل السيارة، كلها أسباب قد تكون في مقدمة وقوع هذه الحوادث، ناهيك عن
التعب، الإرهاق، النعاس، كذلك بعض المواطنين أو بعض السواق المحترفين اللي هما سواق سيارة الأجرة أو حافلات نقل مسافرين أو شاحنة نقل بضائع، لهم أمراض مزمنة، يتناولون أدوية لهذه الأمراض لها عواقب تمثل في الإرهاق والتعب والنعاس. نأخذ على سبيل المثال الضغط الدموي، ليأخذ دواء الضغط الدموي، كذلك له عواقب جانبية اللي هي تأثر عليه بالنعاس والتعب والإرهاق والأرق، شيء الذي يجعلهم ضحايا حوادث المرور. فهذه عموما من الأسباب التي قد يتفق عليها الجميع، لكن الحوادث اللي وقعت في منطقة بومرداس في منطقة الـ 14 وخلفت لنا 5 وفيات، وكذلك الحادث اللي وقع في ميلا واللي وقع في سوق هرس، هذه الحوادث ستكون بعد لحظات أو بعد ساعات تقارير مفصلة من الجهات الأمنية تثبت سبب وقوع هذه الحوادث. إذا تكلمنا على مدى فاعلية ونجاعة الحملات التوعوية التحسيسية، طبعا الحماية المدنية أو المديرية العامة للحماية المدنية إلى جانب المصالح الأمنية في الأمن الوطني والدرك الوطني، العمل الذي في المخطط الاتصالي يبقى الجانب التوعية والتحسيس هو المحور الذي يأخذ حصة الأسد في كل حملاتنا التوعوية والتحسيسية، خاصة أنه لابد على المواطنين من مرافقة دائمة من خلال الصفحات الفيسبوكية، من خلال ما تبثه وسائل الإعلام المعتمدة في الجزائر والتلفزيون العمومي، كذلك من خلال وجودنا في قوافل جوارية تحسيسية في مختلف النقاط السوداء التي تعرف حركية مرورية في مختلف شبكات الطرق، كذلك وجودنا إلى جانب مصالح الأمن والدرك الوطني في مختلف السدود لتقديم التوجيهات والتعليمات لسواق المركبات، كذلك من خلال دخولنا إلى دور العبادة والمساجد وتوعية المصلين بضرورة التقيد بقانون المرور وتطبيق الإشارات العمودية والأفقية وعدم المجازفة والمخاطرة في الطرقات، كذلك من خلال وجودنا في المؤسسات التربوية من أجل تلقين مادة التربية المرورية التي هي مادة جديدة في المنهاج التربوي في الجزائر، كلها عمليات توعوية تحسيسية نهدف من خلالها إلى غرس الوعي الوقائي والابتعاد كل البعد عن الأرقام، عن الإحصائيات، عن الضحايا وعن الوفيات وعن الخسائر المادية، ويبقى عملنا متواصل لأنه في الحقيقة نقدر نقول أنه بلادنا قارة، الجزائر مساحتها تتطلب منا تضافر جهود الجميع من أجل تغطية كل شبكة الطرق على المستوى الوطني ومرافقة المواطنين في مختلف النقاط، خاصة ونحن ننتقل الآن من فصل الصيف أو فصل الخريف إلى فصل الشتاء التي تختلف فيه السياقة في الأجواء الصحوة عن الأجواء الماطرة، فلا بد أننا نكون متواجدين في مختلف النقاط السوداء حتى نرافق المواطنين ونكون سبب في إبعادهم عن كل ما يعكر صفو حياتهم خاصة الحوادث المرورية الآن. نعم سيد بن فحصي، كنا قد تكلمنا في الأسبوع الفارط عن المخطط أو الحملة التحسيسية للوقاية من القاتل الصامت، اليوم ربما تم تسجيل حالة اختناق بالغاز في ولاية سطيف. نعم، حملاتنا التوعوية التحسيسية أو الحملة الوطنية التوعوية التحسيسية لخطر أول أكسيد الكربون أطلقتها المديرية العامة للحماية المدنية في كل أرجاء الوطن يوم 29 أكتوبر من السنة الجاية وتدوم إلى غاية 31 مارس من السنة المقبلة، هدفنا من خلالها إكساب المواطنين والعائلات الكريمة جملة النصائح والتوجيهات والإجراءات التي لابد على العائلات أن تطبقها أو تطبقها لتفادي خطر الاختناق بأول أكسيد الكربون. وللأسف نسجل صباح اليوم تدخل على مستوى ولاية سطيف ضد الساعة 6:25، وذلك من أجل إسعاف وإجلاء عائلة تعرضت إلى تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مسخن الماء. هذه العائلة متمثلة في الأب والأم وطفلين، كانت لهم بداية اختناق وصعوبة في التنفس وغثيان ودوار وصداع، ثم إسعافهم من قبل مصالحنا في عين المكان وتحويلهم على جناح سرعة إلى المستشفى المحلي لمواصلة العلاج. هذا وتبقي المديرية العامة للحماية المدنية إلى علم كافة المواطنات والمواطنين بضرورة التقيد بجملة النصائح والتوجيهات التي نقدمها في كل مرة في مختلف المرابر الإعلامية والفضاءات التلفزية وحتى الإذاعات المحلية وما ننشره في صفحات فيسبوك، بضرورة ترك منافذ التهوية وصيانة المدفأة، صيانة مسخن الماء، مسخن الحمام، مراقبة أنابيب تصريف الدخان، كذلك مراقبة فوهة أنابيب تصريف الدخان أو ما يسمى بالمدخنة، وذلك لتفادي كل ما يعكر صفو حياتنا خاصة فيما يسمى بالقاتل الصامت الذي لا لون له ولا رائحة له ولا طعم له ولا صوت له ولا يرى بالعين المجردة. فيستطيع الإنسان إذا كان في مكان مغلوق أو فضاء مغلوق وكاين أكسيد الكربون أو أول أكسيد الكربون، يقدر الإنسان في غضون 7 دقائق يدخل في رواق الاختناق، يبدأ يحس بالصداع وبألم في الرأس وغثيان وأكرمك الله رغبة في القيء ثم الرغبة في النوم والدخول في حالة اللاوعي أو ما يسمى بالاختناق بنفسه.
فنرجو من العائلات الكريمة إلى قناة شروق النيوز إلى أن كافة المواطنين الذين الآن يشاهدون ولا ينقلوا الرسائل نتاعنا إلى الأهالي والأسر والبيوت والمحلات والدكاك بضرورة تطبيق جملة النصائح والتوجيهات التي نقدمها في كل مرة في المنابر الإعلامية حتى نتفادى الأرقام والإحصائيات التي سجلت السنة الماضية. للإشارة شتاء 2022 سجلنا 111 وفاة من جراء أول أكسيد الكربون، سجلنا من خلالها دفاتر عائلية بأكملها أغلقت بسبب الاختناق بأول أكسيد الكربون، سجلنا في العشر شهور الأولى من سنة 2023 103 حالة وفاة. إذن أرقام مذهلة، أرقام مخيفة جدا. شتاء 2022 وشتاء 2023 العشر شهور الأولى من هذا السنة 214 ضحية كانت من جراء الاستهتار أو من جراء تصرفات في بعض المرات تكون عفوية اعتباطية تخلف لنا ضحايا في أول أكسيد الكربون. نتمنى إن شاء الله يكون شتاء دافئ آمن من دون أخطاء بعد ما نتقيدوا بالنصائح والتوجيهات اللي رانا نقدموها على مستوى المنابر الإعلامية ويقدموها زملائنا من مصالح الصناعية. شكرا جزيلا لك الملازم كريم بن حفصي المكلف بالإعلام على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية، شكرا جزيلا لك على إثرائي النقاط.